انضم إلينا من جنين عبر الهاتف الصحفي محمد عطيق. محمد، أهلا بك معنا، صباح الخير. نتمنى أن يكون صباح خير عليكم. ما الذي جرى منذ فجر اليوم في المخيم؟ صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. يعني منذ فجر اليوم اقتحمت قوات الاحتلال تعزيزات كبيرة مخيم جنين ومخيم جنين، وكانت ترافق هذه التعزيزات عمليات عسكرية، منها جرافات إسرائيلية كبيرة قامت بتجريف الطرق المحيطة بمخيم جنين وهدم بعض التذاكر الشهداء المقامة على أرصفة الطرق، وقاموا باقتحام عفوا بهدم دوارات في وسط الشوارع، وأيضا ما يجب تدمير للبنية التحتية في محيط مخيم جنين. محمد، ما الملاحظ من يعني كما ذكرت تم تدمير بعض الدوارات، وأيضا كما نقل لنا مراسلنا قبل قليل العميد شحادة تم تدمير المجسم الحصان الذي كان طبعا موجود في مدخل المدينة وله رمزية أيضا بالنسبة إلى الانتفاضة الثانية. ما الملاحظ من هذه الاقتحامات والذي جرى اليوم والذي يجري حتى الآن؟ يعني الملاحظ أنه فقط هو ما يجري يعني تدمير لقوات الاحتلال للبنية التحتية، يعني يبدو أنه لا يوجد هدف واضح من هذه العملية لدى الاحتلال، فقط هو ما يجري تدمير وتخريب للبنية التحتية، و يعني وايضا احرقت عماره. محمد، فقط لنعلق على الصوره ايضا، نتابع هذا التدمير لمدخل يبدو المخيم، ويبدو هناك رسائل من قبل جيش الاحتلال في هذا الفعل وهذا التدمير، وايضا يعني كما ذكر مراسلنا عميد يبدو لا يوجد تفسير لما يجري الان. تفضل محمد. يعني لا يوجد كما تحدثنا شيء واضح من هذا الاقتحام سوى التدمير والخراب، و يعني نتحدث عن مخيم جنين هم يتحدثون عن هناك مسلحين، ولكن لا يوجد اي هدف سواء لقتل المسلحين او لانهاء مثلا ظاهره مخيم جنين. ما التفسير ايضا في تفجير المحال التجاريه، وايضا كان هناك إشعال نيران في بعض البنايات وإخلاء السكان منها؟ يعني هو تفسير واحد هو يعني كسر الخادمة الشعبية للمقاومة في مخيم جنين، وما يعني العمل على مضايقة الناس والمواطنين وإجبارهم على أن يعني إبعاد الناس عن موضوع المقاومة ومضايقة يعني تدمير الحياة المدنية للمواطنين في مخيم جنين. هل برأيك يعني ما يجري الآن وهذه المشاهد التي نتابعها ممكن أن تكون مقدمة أو تحضير لاقتحام محتمل بشكل أكبر؟ يعني من خلال أسبوع شهدنا 3 اقتحامات متتالية لمخيم جنين وارتقاء عدد من الشهداء، وكان من بينهم مواطنين مدنيين. نعم، شكرا جزيلا لك من جنين عبر الهاتف الصحفي محمد عطيق. أعود إلى مراسلنا عميد شحاد ونحن نتابع معك عميد هذه الصور وهذا التدمير لمدخل المخيم من قبل هذه الجرافات والتي طبعا جبهت قبل قليل بالحجارة من قبل بعض الشبان. تفضل عميد. خليك. نعم أحمد. نعم أحمد، نشاهد فقط سيارات الإسعاف. نعم نسمعك عميد، ونسمع أيضا هناك صوت وصول إصابات جديدة أحمد. نعم تفضل عميد، تفضل.